مساله اصدار البنك المركزي قرار بايه بقى؟ بفرض رسوم على عمليات السحب لكافه البطاقات البنكيه من خلال ماكينات الصراف الالي التي تتراوح من 20 ل 50 جنيه. خليني اخد معايا على التليفون الخبير الاقتصادي المعروف دكتور كريم العمده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم استاذ. ازاي الصحه؟ مشاهدي البرنامج الكرام الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. انا تعبت من الاشاعات يا دكتور. كلنا تعبنا يا استاذ يوسف. كيف ترى الاشاعه الاخيره يا دكتور؟ يعني طبعا زي ما كنا دائما بنتحدث الاشاعات، الاشاعه دي دايما كنت بقول عليها وانا كنت عندك قبل كده، دي اول جند من جنود العدو. يمكن المستهدف بقاله فتره الجهاز المصرفي المصري. ايه الجهاز المصرفي المصري؟ هو مستهدف بالاشاعه، بالاشاعه دي على وجه الخصوص. ويمكن من ساعه ما احنا اتكلمنا عن يعني شهادات ال 18% وال 25%، وبالتالي يعني ثقة المواطنين اللي بتكون في الجهاز المصرفي او ايداع اموالها في البنوك ابتدت مصدر للاشاعات، خاصة يعني احنا عارفين او دايما كنت بقول ان الجهاز المصرفي المصري هو حائط صد، حائط صد للاقتصاد المصري من الاجهزة القوية جدا جدا جدا. يعني احنا حتى لو شفنا المسح المصرفي اللي عمله الجهاز المركزي اللي بيصدر من البنك المركزي في نهايه عام 2022، يعني دي بياناتي عام نهايه عام 2022، يمكن اتحدثت بحاجه بسيطه لكن التقارير الجديده لسه ما نزلتش، ان الودائع اللي موجوده في الجهاز المصرفي المصري 7.6 تريليون من الجنيهات المصريه. 7.6 تريليون دي ودائع موجوده في الجهاز المصرفي المصري. يعني احنا بنتكلم عن ما يساوي اقتصاد مصر، لان اقتصاد مصر تقريبا حجم الناتج المحلي المصري نفس الرقم تقريبا، وبالتالي ان البنوك المصريه فيها اموال تعادل حجم اقتصاد مصر، وتقريبا كمان مديها ائتمانات مبلغ قريب من كده. يعني في ائتمان او قروض موجوده او خلق اموال جديده تقترب من 6 تريليون جنيه مصري. يعني احنا بنتكلم عن جهاز مصرفي من اكبر الاجهزه المصرفيه اللي موجوده في المنطقه، بل ان هو ترتيبه حتى الثالث عربيا من حيث الاصول ومن حيث الودائع، وايضا هو يمثل 13% من حجم الاجهزه المصرفيه اللي موجوده في الدول العربيه، وبالتالي فهو طبيعي هيكون مستهدف من قوى الشر ومن اعضاء مصر، طبعا في ظل طبعا الازمات الاقتصاديه المتتاليه اللي بيمر بها العالم ومنها مصر. يعني يمكن وقت الازمات الاقتصاديه غالبا بتكثر الاشاعات. إذن ده معناه أنه يعني الإخوان واللي شبههم واللي حواليهم هيستمروا في مثل هذا الترويج طول الوقت، وضعاف النفوس وضعاف النفوس والناس، يعني وفي الناس اللي عندها أزمة ثقة مع الحكومة والناس اللي عندها أزمة ثقة مع المجتمع، طبعا أكيد هبتدوا يروجوا الإشاعات. وبالتالي طبعا ده دور يعني مركز المعلومات في مجلس الوزراء، أنه هو الإسراع بي يعني تفنيد تلك الإشاعات و إضافة الحقائق. لكن طبعا الإشاعة دايما بنقول عليها بيبقى فيها جزء من الصح، ولكن بيعمل لها إعادة صياغة وإعادة تحويل لنص الحقيقة. طبعا يعني هو كان المقصود بتلك الإشاعة هي كارت المشتريات. يعني ايه كارت المشتريات؟ بيبقى عليه نوع من انواع المصاريف، ودي طبعا بتبقى حاجات اختياريه، نوع من انواع الكروت او نوع من انواع الخدمات اللي بتقدمها البنوك، وانت سهل جدا عليك تتصل بخدمه عملاء البنك اللي انت تبعه، هتلاقيها لمده 24 ساعه شغاله، هتقدر تعرف تفاصيل البطاقه بتاعتك، لكن مفيش اي مصاريف بتتاخد على الفيزا العاديه بتاعت المرتبات او بتاعت الودائع اللي هي بيستخدموها اغلب المصريين، لكن ده بيكون مقصود بيها خدمه معينه بياخذها البعض. يعني الجهاز المصرفي هو طبعا ملاذ امن، وهو اللي المصريين بيحطوا فيه ودائعهم، واي تشكيك فيه ده طبعا هيمثل لنا ازمه كبيره. يعني كان اولى اللي عايز يتكلم عن ازمه المنصه اللي الناس حطت فيها فلوسها 6 مليار وايضا العملات المشفره. يعني ده يعني الناس اذا ما كانتش تحط فلوسها امنه بشكل كامل في الجهاز المصرفي، فاظن يعني مفيش مكان امن تقدر تعمل فيه ايداع لاموالك اكثر من الجهاز المصرفي المصري والبنوك المصريه. صحيح. انا بشكرك جدا 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 دكتور كريم العمده خبيرنا الاقتصادي المعروف.